نرحب بالرياضي الأستاذ عبد الله المسند، يا مرحبا فيك في بطولة سبورت يارد لموسمها الخامس على التوالي. الله يحييك، والشرف لي أني أتواجد في هذه البطولة الراقية واللي تعتبر من أفضل البطولات اللي دائما أشاهدها في الدورات الرمضانية. أستاذ عبد الله المسند، كيف شفت الأجواء والمباريات خلال تواجدك اليوم في بطولة سبورت يارد؟ أول شيء أحب أني أشكر القائمين على هذه البطولة، وأنا قبل كم يوم بداية افتتاح البطولات الرمضانية في المنطقة الشرقية أنا حطيت تغريدة قلت أن سبورت يارد من أرقى وأفضل بطولات في المنطقة الشرقية لأسباب كثيرة. أولا رقي البطولة، قوة المنافسة، الإيفنت اللي قاعد يعملونه، والشركات الاستراتيجية اللي مع بعض الشركات اللي مع سبورت يارد، كل هذه إضافة إلى الخدمة المجتمعية المصاحبة للبطولة، الفعاليات، كل هذه تعطي رمق وتميز لبطولة سبورت يارد عن جميع البطولات. بلا شك أن الفرق المشاركة في هذه البطولة من أفضل الفرق في المنطقة الشرقية. احنا نشاهد الآن مباراة من أقوى المباريات، لاعبين محترفين على أعلى مستوى حتى أجانب. هذه الأمور كلها تضع سبورت يارد في المقدمة في البطولات الرمضانية. نشكرك تواجد أستاذ عبد الله، وإن شاء الله نشوفك في الأيام الجاية خلال بطولة سبورت يارد بإذن الله. بإذن الله مع قوة المنافسة في الأدوار النهائية بإذن الله راح نتواجد، والجمهور راح يتواجد بإذن الله، لأن هذه البطولة زي ما قلت لك بكل أمانة أنا لا أجامل في إعطاء الرأي، هذه من أفضل البطولات في المنطقة الشرقية، وأتمنى الاستمرارية على هذا النهج وأفضل. هي 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 هي